طبعا انتم متعودين كعوايد نحن في نغم الصباح نحب دائما ندلع وندلل الابراد، صح ولا لا؟ وفي بدايه كل موسم برج نسوي كرنفال، لكن عادي اذا صار البرج على مزاجنا ونحبه ومن ربعنا عاد اخذوا مديح ليوم المديح. فانتوا عادي الحين قمتوا تعرفونا، احنا ما نبي نقول ان احنا شويه يعني متطرفين في موضوع حبنا لبعض الابراج ونبين يعني كذي نسوي حق بعض الابراج، لكن بنقول اليوم كل عام وانتم بخير برج الاسد، كل عام وانتم بخير لان ابتدى موسمكم ويا حبنا لكم يا زينكم زينة. وطبعا يعني لاول مره يصير في تيم نغم الصباح واحد من افراده من برج الاسد اللي هو ساهر، فيعني ساهر ويلكم تو ذا تيم. واحنا طبجنا مع ساهر واكتشفنا ان هذا البرج خطير، فراح نعطيكم بعض مواصفات برج الاسد ومبارك حق كل مواليد برج الاسد ونقول لكم نحبكم. من اهم وابرز صفات هذا البرج الجميل العجيب صاحب الكشة العجيبة اللي أحلى كشة ممكن تشوفونها في الحياة، إنه هو واثق من نفسه. ودائماً إحنا نقول إن برج الأسد وأصحاب مواليد برج الأسد باخذين من هذا البرج نصيب وحظ، فإحنا نقول دائماً نقول لهم أنتوا يا أصحاب الكشة الجميلة وكشتكم دائماً فيها الكاريزما العالية والثقة العالية، فأنتوا معروفين من بين كل الأبراج الثقة عندكم ترى زليون مو مليون، ومخلصين وايد حق ربعكم وتحبون العائلة وايد، يعني أنتوا يعني موضوع الأسرة عندكم ما حد يقدر يناقشكم فيه، إن يا الموضوع أو أي أحد يقرب صوب عائلتكم أو أهلكم أو حبايبكم راح تبتدون تطلعون زئير الأسد عليه. تحبون الأضواء شيء طبيعي، يعني ايش قاعد نقول احنا اسد ولاين كينج وتوقفون والكاريزما وتبون كل الاتنشن لكم، شيء طبيعي ان الاضواء دائما لازم تكون متسلطه عليكم في اي مكان تروحوا له، واذا حسيتوا ان انتم الناس مو معطيتكم هالاتنشن ترى سمبلي عادي تهدون المكان وتمشون. عندكم شويه انانيه لكن احنا نقدر نسامحكم في هذا الموضوع لان والله انتم حبيبين وتيننون. ليش؟ لان انتم فوق أنانيتكم جانب الإبداعي هو اللي طاغي أكثر، عشان كذي نمشي لكم ونطوفها. مبدعين وايد في مجال أعمالكم، أي شغل أنتوا تحبونه وتسوونه راح تكونون من أكثر الناس اللي مبدعين وتسوونه، مو 10 على 10 إلا تسوونه 100 من 10. ويعني أنتوا فيكم الصبر حلو، يعني صبورين، يعني نسبة الصبر عندكم يا برج الأسد ممتازة وتتحملون ضغوطات الحياة، يعني أنتوا من الناس اللي تقولون أشيل أنا لو مهما ينحط على ظهري من مسؤوليات وضغوطات في الحياة والتزامات ما عندي أي مشكلة أني أشيلها، بس ديروا بالكم من الأسد راح يسكت 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 ويصبر، لكن راح يلا يوم وينفجر عليكم، فديروا بالكم منه يا ناس. برج الأسد ترى أبدا ما يغشمر، عصبي إلى حد الجنون، يعني ممكن بلحظة ينتقل من نقطة الزيرو إلى نقطة الغليان والانفجار، وهذا قلناه قبل شوي. أنا أشوف إن حتى لو أنت يا برج الأسد تمل بسرعة، لكن على مللك السريع هذا اللي تمل من الشيء اللي قاعد تسويه أو تمل من المكان اللي أنت فيه وتحب دائما تغير وتتجدد لأن طاقتك تحتم عليك أنك دائما تبحث عن التجديد والإبداع عشان تدور أنت دائما التحديات، لكن رغم كل هذا هم إحنا نقول لك أن أنت تمون علينا كلنا، أهم شيء أنك لا تمل من الناس اللي في حياتك، هذا أهم شيء. زين، غير كذي دربك خضر يا برج الأسد. نقول لكم كل عام وأنتم بخير، أتمنى الأشياء اللي أنا قلتها تكون صحيحة، وما عندكم مشكلة برج الأسد أن أنتم اليوم تورونا مهاراتكم وتسمعونا أصواتكم، لأن إحنا عادة ندري منو اللي يدق علينا ومنو اللي يقعد يرفع حق برجه وعنده برجه أقوى برج وما في مثلي ومنو قدي غيرنا، إحنا طبعا برج الجدي. فبرج الأسد إذا في أحد تعرفونه من مواليد برج الأسد ودكم تعايدون عليه فدقوا علينا على 2-20-20-94، وإذا تحس نفسك أنت من برج الأسد أو أنت أسدية ترى تقدرون هم تدقون علينا وتسمعونا أصواتكم وممكن خليكم أن أنتم تختارون الأغنية الجاية. ففي شيء بعد أنا والله ما قلت عن برج الأسد، استغربت إن شلون أنا أصلا عديتها كذي يعني سريع سريع وما وقفت عند هذا الموضوع. أنت وايد انتقادي، وايد ممكن أنت تنتقد يا برج الأسد وما عندك مشكلة في الانتقاد وهذا شيء وايد غريب، وما تحب ان كل شيء يكون وطبعا غير ان انت قلنا ان انت انتقادي تحب اي شيء انت تسويه او تكون فيه، اذا كنت من ضمن تيم او قاعد تشتغل على بروجكت لازم هالبروجكت تخلصه على اكمل وجه وما يصير فيه ولا غلطة.
برج الأسد راح نعرف الحين إذا أنتوا كلامنا صحيح ولا لا. أنا قلت قبل شوي أن سبب حبنا حق برج الأسد غير أنه ساهر أول واحد من الناس اللي ضمت إلى فريق نغم الصباح من برج الأسد. أنا معزة برج الأسد عندي معزة ما بعدها معزة من بعد برج الجدي. ليش؟ لأن عبد المجيد عبد الله من مواليد برج الجدي، وهم عندنا هز بستي راشد الماجد. فأنتوا متخيلين شنو هالبرج عظيم؟ متخيلين أن عبد المجيد وراشد يعني موجودين في هالبرج؟ ولو تفكرون فيها ترى فيهم من الصفات اللي احنا قلناهم، يعني خصوصا راشد الماجد الحين وايد مال وما له خلق أحد ومنعزل ولا يعني قادر أنه هو يعني يرجع شوية حق جمهوره ويلا ويعطيهم الأداء اللي يبقى. فعلى العموم أنا ودي أسمع برج الأسد. برج الأسد إذا أنتوا اليوم ما أديتوا فراح تخيب ظنوننا فيكم، لأن إحنا وايد مدحناكم وأنا قلت وايد أشياء قليلة 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 فيها ذم يعني. فأتمنى أن أنتوا اليوم تثبتون كلامنا صح.